اهلا بكم مشاهدين اليوم السابع. احنا دلوقتي امام احد شباب بيتحدى نفسه وتحدى كوبرا، وهنشوف ده احد استعراضاته.
بس كلمني بقى ابراهيم، انت ازاي بتتعامل معاهم وانت اكتسبت الموضوع ده بالوراثه ولا انت كنت غاويها؟ لا وراثة طبعا من والد طارق كوبرا. عشت وتربيت في وسط الزواحف والتعابين. ابتديت اكتسب اللي هو من والدي من سن 8 سنين. بحب الزواحف اللي هي القش الكوبرا بالذات. الكوبرا ملكة مكانها زي ما احنا شايفين كده. اوريك لقطة هنا. قرب معايا هنا كده، هي كده بتفتح بوابة بتهاجم. تعالى معايا هنا، خش ما تخافش. كوبرا ملكة مكانها، موجودة في مصر من أكتر من 7000 سنة، والشاهد على كده أجدادنا الفراعنة رسموها على المعابد، رسموها على الكاسات، رمز العظمة والقوة. ليه ما رسموش راس اسد، راس خرتيت، راس الكوبرا الصغيره الضئيله ديت؟ قادر على قتل اي شيء على وجه الارض، كفيل، كبني ادم، كاي حاجه. توقع فيل في ظرف ساعه، بني ادم في نص ساعه، وحسب برضو التكنولوجيا بتاع البني ادم. كوبرا ما بتعض، بتاثر على جهاز العصب المركزي. ولو عايز تشوف السم نوريك السم بتاعها. تشوف؟ ماشي تعالى رسمتها توين. سيبه سيبه تعالى. بس تعال بس. يلا مين هيجي؟ يلا شباب. هنركز مع بعض هنا كده. تعالى التيشيرت هنا قرب معايا زوم. هنا مفيش حاجة خالص اهوت. هنحلب السم على التيشيرت اهوت. ده قادر على قتل فيل مش بني ادم. لو اتشرب السم بتاع الكوبرا، هو بروتين عالي، اهم حاجه ما يخشش يختلط بالدم، يعني ما يختلطش باي وسيله في الدم، ما يكونش عندك البلعوم، ما يكونش عندك قرحه في المعده، اهم حاجه ما يختلطش بالدم. لو اتشرب بروتين عالي. تليه السم الكيماوي الى العكس، السم الكيماوي الى العكس، لو اتشرب يموت، لو جه على اي جرح ما يموتش السم الكيماوي. طب قول لي تعرضت لموقف مثلا؟ تعرضت طبعا للدغ الكوبرا المصريه. كنت بقدم شو كوبرا شو في مرسى مطروح، وتعضيت واتجهت المستشفى العام، وفضلت حوالي 15 يوم في العام مركزه، وربنا راضي ان انا عايش تاني. طب انت في حاجه تانيه؟ طبعا في بدل الحاجه كذا حاجه. احنا بس عايزين نوصل معلومه للناس اللي احنا عملناه دوت. مفيش حاجه اسمها سحر، يعني ده بالسحر، ولا في حاجه اسمها رفاعي. كل ده تدريب وممارسة للكوبرا. الكوبرا هنا بيبقى فينا في ظهرها حساسات، الحساسات دي في العمود الفقري. مجرد ما بتضغط عليها الكوبرا بتبتدي تنام. ده مفيش حاجة اسمها سحر، ومفيش حاجة اسمها رفاعي. طب هي شايفاني كده ازاي؟ بتشوف بالإشعة تحت الحمراء، ما بتشوفش البني ادم كبني ادم، بتشوف الاشعه تحت الحمراء. اختلاف بقى الدم من الوسيله لوسيله، كتله الدم بتاعت الشخص.